السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. اليوم نشرح لكم التحدي السادس عشر أو التحدي 16 الأخير من تحديات الوينترفيس، تحديات مهرجان الشتاء. اليوم التحدي الأخير اللي ما فتح هدايا خلال هالفترة هي اللي مرقت، بيقدر يفتحهم لغاية 7/1، بتقدر تفتح كل الهدايا اللي عندك المتراكمين. نشوف التحدي. أنا عندي التحدي لسه ما فتح، تربح بهي الديسكو دايف اسمها. التحدي هو عبارة عن ستيج 1 وستيج 2. الستيج 1 هي بدك تفوت على اللودج تفتح الجوارب او على كوخ كروك شوت تفتح الجوارب، بيعطوك الستيج 2. الستيج 2 هي عبارة عن بدك تفتح صندوقين امو بوكس بثلاث اماكن مختلفة، تختار منطقة واحدة تفتح فيها عادي مو مشكلة، كمان شغال تفتح بمنطقة واحدة 2 امو بوكس وبتخلص المهمة. عرض لكم هلا اماكن 3، عرض لكم اياها على السريع. بعرض لكم مكان اللي هو افضل شي تقريبا واكتر شي في امو بوكس وتخلصوا في التحدي بسرعة. هون بتلاقوا 2 امو بوكس بتفتحوهم بتكونوا خلصتوا الستيج 2. واللي بيحب كمان يعرف الاماكن الثانية، الاماكن الثانية هون في بيت ثلجي بتقدر تفتح فيه، والمكان الثالث اللي هو تقريبا هون عند هذا الكوخ اللي هون قريب بهذا الكوخ. هذا الكوخ كمان بتلاقي بتقدر تخلص فيها، بس انت مجرد ما تخلص بمنطقة واحدة تكون خلصت الستيج 2. مثل ما شايفين اصدقائي بهاي المنطقة في هون 1 امو بوكس، في هون الثاني، في هون 3، وهي 4 امو بوكس في المنطقة، وبتخلص المهمة بكل سهولة. هيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم اصدقائي. يا ريت اذا ما مشترك بالقناة تشترك وتفعل زر الجرس وتحط اعجاب على الفيديو، وان شاء الله رح اعمل جيف اوي او سحب على سيزون 2 اللي هلا رح يبلش ان شاء الله بعد فترة، فمتابع مشان يوصلك كل جديد وتعرف اخبار الجيف اوي وتفوت، وان شاء الله يكون من نصيبك الجيف اوي على السيزون 2 بالشابتر 2. وشكرا على المشاهدة، برعاية الله.